هكاك حيد من قدام ديك البوله ولاو كيبانوا واضحين دابا مزيان. مشاهدي متشبه قناه شوف تي في، عدنا لكم دائما من سويق درب السلطان اللي معروفه بالجوده والثمن المناسب. هذا المغاجينا عند شبان كيبيعوا الملابس ديال الاطفال ومختصين في الجين، غادي يقولوا لنا الاثمنه ديال الجين وزادت ولا نقصات مقارنه مع السنه الفارطه ويعطيونا السبب، يقولوا لنا السبب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا محمد كي داير؟ بخير. بارك الله وشرك باش ندورو شويه هنا على الضوء. الله يحفظك. قول لي اخويا كي داير الاثمنه هذا العام؟ الاثمنه خويا السعره غاليه. حاول ترفع صوتك باش يسمعوك الناس. غاليه غاليه بنادم عاوتاني الله يحسن العوام كلشي انت عارف الاسعار مقارنه مع السنه اللي فاتت راه غاليه بزاف اخويا. الى بغيناك الى بغيتك تقول لنا ما بين السنه اللي فاتت وهاد السنه شحال تزادت في البياسه؟ راه دابا البياسه تزادت 20 درهم 30 درهم. 20 درهم 30 درهم. اه وبنادم الشاري ما كاينش، بنادم مقهور، بنادم ما عندوش، باغي يشري مسكين تتحس به باغي يشري ولكن راه ما عندوش الله يحسن العوام. بنادم كيوقف يسول ويزيد. كيسول وتيجي تيشوفها بعيني. ما يقدرش تيسول ما تيقدرش علاش حيت الثمن غالي كلشي بزاف. هنا هاد السراول هادو شحال تقريبا الثمن ديالهم من اش حتلاش؟ عندنا من 1000 ريال حتى 30 درهم. من 1000 ريال حتى 30 درهم ولكن راه ما غاليش. 1000 ريال احنا اصلا بيعينو براس مالو. باش تبيع؟ باش تبيع باش ما تبقاش ديك السلعه. 1000 ريال وليدي تنبيعو فيها 30 درهم باش تشدها فلوسك. لان الا فات العيد يبقى عندك. الا فات العيد تبقى تشوف فيه. اه في نظرك باش ينخفض الثمن ويكون اقبال شنو خاص يدير؟ هو خاص هذاك الرئيس ديال الحكومه يدير معنا شي تهويل. راه مقهور يقهر الشباب، قهر الشباب بزاف اخويا. انا دابا بحالي انا غنتزوج غندير الاولاد بالاثمنه بالاسعار هذا اخويا راه قهر الشباب. غتولي تفكر انت غدا بغدا خاصك تكسي الدراري. ضروري ملي تشوف الدري خاصك تكسيه ب 400 درهم 500 درهم. وانت شحال تتوشي؟ 2000 درهم 2500 درهم اش؟ خلي الكرا خلي المصاريف خلي هادي اش؟ الله يدير شي تاوي خويا. امين امين. الناس حيت انا بان لي الثمن مناسب، الناس اللي بغاو يجيو عندكم ويتقداو عاود قول لهم الا كان ممكن تشوريهم شي سروال وتقول لهم دير 30 درهم ودير 50 درهم. انت مرحبا، حنا دابا درنا لهم كل شيء 30 درهم. هادو شدوا فلوسنا حنا 30 درهم. وري اخويا 30 درهم. اجي نجي انا من هنا من جهه البوله باش يبان. البياسه كتغوت كاع. فهمتي 30 درهم رخيص نورمالمون. الراس مالو تنبيعو باش باش ما تبقاش لكم السلعه. باش ما بقاش لينا السلعه راه انت تشوف كل شيء بعينيك. هذا راه كنا تنبيعو ب 1000 ريال 60 درهم. شحال هودنا وليتو كتبيعو وليتو كتبيعو براس المال باش ما يبقالكمش. براس المال باش يشدوا فلوس. السبب هو الشاري ما كاينش. الشاري ما كاينش، الشاري مقهور، الشاري معذب. واش ما عطيتش ب 240 يجي يشري لك الجيم ب 1000 ريال 60 درهم اخويا؟ راه ما عندوش بنادم. انت دابا كتوقع بان كاينين شي اسر اللي ما يعيدوش كاع. اقسموا بالله الا تنشوفوا شي وحدين ولا تيجيو يدوروا يشوفوها بعينيهم. بزيد فحال. تيبقاو فك. كون عندك والله تتعطيهم بالله. كون عندك والله تتسلي لهم هذوك الوليدات. انت متبوع هذاك السلعه خصك ترجعها للماليه ولا تخلصها. انت شوف حنا دابا اللي تتشوف فيه راه ما ناعش من البارح. الله يحسن العون. حنا مفرشين. انت شبالك السوق كاين شي كليان تيدور. بنادم مقهور خويا الله يدير شي تاويل. امين. وتنقولوا لمحمد السادي دير لنا شي تاويل الله يرحم لك الوالدين. راه مقهورين الشباب ديالك اللي طالعين دابا. لا اله الا الله محمد رسول الله شادينا بالصبر. شادينا بالصبر. والحمد لله عندنا بقى المحنه، بقى المحنه وبقى بقى بعضياتنا. بقى كاين التضامن. بقى كاين التضامن.
اللي طلع اخويا راه ما راه ربانا كما قال لك ربيكم والله حتى ربانا وحق الله حتى ربانا ربانا تربيه ما اللي عمرها ما شفناها في العالم. الله يدير شي تاويل. امين امين اخويا. الله يدير شي تاويل. شكرا. هاني اخويا ومرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يحفظك لكم. الله يحفظك. الله يحفظك لكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله. الله يحفظك. الصحة والعافية. واللي ضايق عليه الله يفاجئ عليه ودابا تحل قريب تحل ربي ربي راه كبير. الحمد لله. هاك اخويا. اجي عندي الشريف بغيتي تتكلم. ولا تيرجعي عندك انا تما. هاك شد لي هذا. تفضل. شنو بغيتي تقول لنا على الاثمنه ديال هذه السنه مقارنه مع السنه اللي فاتت؟ قرب لي هذا حداك. هذا ما كانش الاثمنه مناسبه ولكن ان الطاقه الشرائيه ديال المواطن هذا العام ضعيفه شويه. القدره الشرائيه ما بقاتش كيف كانت. ما بقاتش كما كانت. علاش ما بقاتش كما كانت؟ الزياده في الاسعار. الزياده في الاسعار غلوا علينا شي منتوجات وشي مواد غلوا على المواطن. المواطن ولا تيتقاضى واحد الشهر الراتب الشهري ما بقاش يدو في الشهر. كتولي سالي بلوفان لوفان دو الراتب الشهري الراتب الشهري انه مابقاش يقد المواطن ولا يكمل انه واش يكمل بكريدي الله يحسن العوام الناس مابقاش كيما مابقاش الطاقه الشرائيه ضعيفه الغلاوات الناس تابعينهم تابعوا ماضا وكرا كاين اللي عنده 4 الاولاد اش منهم من هاد المسؤولين هادو ويشوفوا في هاد المواطن هادو وينقصوا من هاد الاسعار لقاو شي حل لهاد المواطن هذا، هاد المواطن تيعاني، أن المدة ديالنا 365 يوم، أعياد المناسبات، دابا هو شي غيسالي عيد رمضان، حنا قبيلين على عيد كبير، عيد كبير غادي الشاش ترى أخي هذاك العام، الناس كي ما عيدوش، وتصور أنك أنت دولة فلاحية وما تعيش راه هذا لا يعقل هذا. ودولة فيها جوج بحور وكنشريو السمك ب 30 درهم، السردين. يعني ماشي شي سمك هي السردين واش تبدو من هاد المسؤولين هادو يشوفوا بعينيهم ويحنوا بقلبهم ويفكروا المواطن ان المواطن ود الاجيال راه هي الاجيال القادمه هي اللي غادي الاجيال اللي غيكون فيها الرياضه وغيكون فيها المستقبل والازدهار ديال البلاد. شكرا مبروك واش لكم الله يبارك فيك الله يبارك فيك. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام هادو باعه بالسويقه ديال درب السلطان كيعبروا على الامتعاض ديالهم من غلاء الاسعار كيقولوا بان المواطن المغربي راه كيجي حتى لهنا وما عندوش القدره باش انه يشري سروال ديال 30 ولا 50 درهم وهذا الشيء هذا كيتعتبر سابقه يعني ما عمره ما كانش كيف كيقولوا نتمنوا المسؤولين يشوفوا بعين العطف من حال المواطن المغربي الفقير. شكرا مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.